حمص الوعر 9/5/2013. هنا مكان سقوط بعض قذائف الهاون على الحي، حيث هنا 3 قذائف سقطت في هذه المنطقة، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من السيارات. في استهداف منهجي لتهجير سكان هذا الحي وما يحويه من نازحين يتجاوز عددهم 400,000 نازح. هنا نلاحظ تضرر المنازل، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيارات المدنيين تتضرر كي يرضى بشار وشبيحته، يهجرون الناس من حمص، يهجرون السكان بهدف الاستيلاء على المدينة. القذيفة الثالثة نتج عن هذا عدة إصابات منها خطير. لماذا يعانون؟ هذه إحدى الشظايا، إحدى شظايا الهاون. ما ذنب هؤلاء؟ هنا مواطن وبسيط، هنا مواطن بسيط يستخدم هذه البراكية لقوت يومه وعياله، قد تعين عدة أسر. لماذا هذا الاستهداف دون أسباب ودون أي مبررات؟ اللهم لك الحمد على كل حال. حمص الوعر 9/5/2013، آثار سقوط قذائف المدفعية على الحي. هنا يستهدف المسجد، هنا يستهدف المسجد، المسجد العمري، تسقط قذيفة بجانبه. حي الوعر نتيجة سقوط قذائف الهاون على الحي. تسعة خمسة 2013، نتيجة سقوط قذائف الهاون على الحي. خامس حي الوعر 9/5/2013، دمار نتيجة سقوط قذائف الهاون. هنا تستهدف كل البيوت. هذه بعض الشظايا، هنا بعض الشظايا. نسأل الله السلامة للجميع. لو أنها أصابت أحد ماذا فعلت به؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب فرج عنا يا الله.